إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن هذا الدين العظيم جاء بتحقيق المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، وذلك لأن هذا الدين العظيم أنزله الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال سبحانه وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهذا الشرع يا عباد الله أنزله الله سبحانه وتعالى، العليم الخبير الحكيم الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم ما كان وما يكون، والذي لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. عباد الله، ومن ذلك أن هذا الشرع العظيم جاء بحفظ الضروريات الخمس التي بها قوام الدنيا والدين، الدنيا والآخرة، فتحقيقها والحفاظ عليها سبب لقيام مصالح الدين والدنيا، وتضييعها أو التقليل منها سبب لنقص الدين والدنيا، بل قد يكون سبباً في فوات الدنيا والآخرة. وهذه الضروريات الخمس التي حصرها أهل العلم بناءً على الأدلة الشرعية هي حفظ الدين، وحفظ النسل، وحفظ المال، وحفظ النفس، وحفظ العقل. وقد جاءت كلها أو أغلبها في قوله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا وقال سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأول هذه الضروريات حفظ الدين، فحفظ الدين يا عباد الله مقدم على كل شيء. وحفظ الدين أوله أن يحافظ المرء على توحيده، وأن يجنب نفسه الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى،
لأنه من أجل هذا خلقه الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجل ذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وحفظ الدين يكون بالبعد عن البدع والمحدثات والخرافات، والبعد عن المعاصي والذنوب والسيئات، لأن بذلك يكون حفظ الدين. وأيضا يا عباد الله، ثاني الضروريات حفظ المال، فالمال يا عباد الله يجب الحفاظ عليه. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يوم القيامة يسأل بالمال عن أمرين: كيف اكتسبه، وفيما أنفقه. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه حفظ المال بيانا شافيا كافيا، وبين الطريقة الصحيحة في التعامل مع هذا المال. فحفظ المال يا عباد الله يكون بإنفاقه في وجوه الخير، ويكون بكفه عن الإنفاق في وجوه الشر. وإذا أنفق المرء يكون وسطا، لا غلوا ولا جفا. قال سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين المتقين عباد الرحمن: قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الضروريات يا عباد الله أن يحفظ المرء النسل والعرض، وهذا يا عباد الله من أهم الضروريات. ولذلك الله سبحانه وتعالى قطع أسباب الحرام فيما يتعلق بالعرض، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا. ولم يقل سبحانه وتعالى لا تزنوا، بل نهى عن قربانه، قال: ولا تقربوا الزنا. وذلك يا عباد الله لأن الزنا له مقدمات، والشيطان له فيه خطوات، فيجب على المرء أن يقطعها من أولها حتى لا يصل إلى هذا المنكر العظيم وهذه الفاحشة العظيمة. فلذلك المرء مأمور بحفظ عرضه وحفظ نسله وعدم الاعتداء على أعراض الناس، لأن ذلك من الموبقات العظيمة. ولذلك يا عباد الله أمر سبحانه وتعالى بتحقيق هذه الضرورية العظيمة بالطريقة الشرعية، فقال سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذا يا عباد الله أمر من الله ورسوله بتحقيق هذه الضرورية العظيمة والبعد عما يخالفها. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فمن الضروريات الخمس التي يجب على المرء أن يحافظ عليها: الحفاظ على النفس. والحفاظ على النفس يا عباد الله يكون بعدم إلقائها في التهلكات. قال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال سبحانه وتعالى:
ولا تقتلوا أنفسكم إنه إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فنهى الله سبحانه وتعالى عن الإضرار بالنفس وعن قتل النفس ونهى سبحانه وتعالى عن قتال عن قتل الأنفس المعصومة وتوعد من قتلها بالعذاب الأليم في الآخرة. فلذلك يا عباد الله على المسلم أن يحافظ على نفسه بأن لا يلقيها في التهلكة ولا يتسبب في ضررها. والضرورية الخامسة حفظ العقل يا عباد الله، فحفظ العقل أمر مطلوب في الشريعة، لأن العقل يا عباد الله هو سبيل الإدراك وسبيل العلم. ولذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى يكثر سبحانه أن يقول لعلكم تعقلون، لأن العقل يا عباد الله نعمة عظيمة أنعم الله بها على عباده من أجل أن يتعلموا العلم ومن أجل أن يؤدوا العبادات، فتضيع هذه الضرورية العظيمة تضيع للدين. ومن تضييع هذه الضرورية العظيمة تضييعها بالمسكرات والمخدرات ونحو ذلك من المفترات التي تذهب العقل أو تذهب بعضه، وذلك فساد عظيم في الدين والدنيا. فعلى المسلم أن يحذر من هذه المسكرات ومن هذه المخدرات والمفترات التي لم يفتح أعداء الإسلام أن يرسلوها إلى شباب وفتيات المسلمين من أجل أن يضلوا المجتمع المسلم كما ضلوهم من قبل. فيا عباد الله علينا الحذر من هذا المنكر العظيم، وعلينا التبليغ عن أصحاب هذا المنكر العظيم لما في ذلك من إفساد المجتمعات. فالمسكرات والمخدرات والمفترات تضر الضروريات الخمس كلها، فهي نقص في الدين، تضييع للمال وتضييع للعرض. فكم من رجل دخل في هذا المجال الفاسد فأفسد عرضه وشرفه، وتضييع للنفس بأن يلقي نفسه إلى التهلكة، وتضييع للعقل بتغييبه كله أو بعضه. فدل هذا على أن هذا المنكر هو أم الخبائث ودليل الفساد وسبيل النار، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا يا عباد الله أن نحافظ على هذه الضروريات الخمس كما أمر الله سبحانه وتعالى، كما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكر به يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.